Big lights and bright colors, the future is drawing near. With new thoughts and ideas, my dreams, they all start right here. So I take a step and time will tell. I'm filling up high like a wishing well. I got هلو يا جماعه، ايه الاخبار؟ النهارده بقى ميعاد زياره منى حسين. منى حسين لما تيجي تقابلها وهي جايه تديك ديتيلز، تمشي معاك باكت عشان هي هتطلع ديتيلز جوه الديتيلز. واتش ات. هاي هاي، ازيك؟ هاي يا منى، ازيك؟ عامله ايه؟ هاو ار يو؟ اتفضلي. كله تمام، اخبارك ايه؟ الحمد لله، كله زي الفل. اتفضلي. الله، اخش برجلي اليمين. يلا. احنا شفنا المسابقه فعجبتنا الستايل نفسه، ستايل كان جديد، حبينا ان احنا نشارك في الموضوع ده ونشوف هيطلع ازاي. وفعلا احنا لما قدمنا وبدانا معاكم البروجرس من الاول، فلقينا ان الدنيا فعلا ماشيه تمام وسموز لحد ما جينا هنا الجونه وبدانا فعلا نبدا في فرش الحاجه ونشوف الدنيا عامله ازاي هنا. لما بدانا نبدا في المود بورد وكده، فكان السايت بتاع سورس وفر لنا حاجات كتير طبعا جدا، الفرنيتشر سيلكشن، وان احنا بسهوله جدا نقدر نشاتنج مع السبلايرز، نعرف البرايس وأفاليبل امتى والبوت، كل حاجه كانت سهله بصراحه بالنسبه لنا قوي، كانت سهلت الموضوع كتير. تعالوا نشوف احمد مدحت لما راح يلانسي ينقي الاوت دور فرنتشر عمل ايه. بص، انا كده تقريبا فهمت اللي في دماغك، انت عايز حاجه الشاسيه وود وفي نفس الوقت تبقى كلها لايت شيدز الفابريك وكده. لو احنا بنتكلم في لايت شيدز، اي جاس وود بي مثلا في التوب 3 بالظبط. هي دي اللون ده كويس، بس ده هيبقى جميل جدا عشان يمشي مع المود عندنا فوق ومع اللايت وود. اوكي، فده هيبقى تمام كده. خلاص، ثانك يو سو ماتش. مع السلامه. بالنسبه لنا لما بدانا طبعا كانت معانا المنتور بتاعنا كانت منى حسين، وطبعا كانت ساعدتنا كتير في ان احنا في حاجات كتير كنا عايزين نبدا نشوف هي اماكنها مظبوطه ولا مش مظبوطه، فعلا ظبطت معانا في حاجات كتير. ساعات احنا كديزاينرز بنحب نعمل ا بيس اوف ارت حاجه سبيشالي فور ذا كلاينت، ممكن تشوف حاجه جديده ومعموله. هات قماشه، هات الكانفاس، حطه وابتدي لزق مسمر عليه حاجات، ماتيريالز عمرها ما تتاثر، تفرقش يجي عليها واتراب ميه اتربت، مش بالعكس، ات لوكس نايسر، ممكن تبقى شكلها احلى كمان بعد ما بالظبط. شويه غيره وارمي رمله، يعني يو كان كرييت ان ارت ورك من غير ما يبقى مكلف وبس. نشاره خشب تشتغل معاك، لونها لايق معاك، تمشي مع حاجه. ده الروف، ده الروف. يس، الروف طبعا اكيد يجنن، دايما في الجونه الروف بتعمل شغل جامد قوي. الديزاين بتاع الايلاند والبيوت عليها على اللاجون تجنن، حلو قوي. انا كنت شايفه حته المكان اللي انتوا واقفين فيه، انا شايفه في زلعه سودا حلوه قوي تحت مدهونه اسود. يس، فدي لو اتحطت هنا وحطيت عليها رخامه جرانيتا مدوره، it can act زي كاونتر بار سيرفينج، تبقى لذيذه قوي. طبعا في حاجات قدرنا نعملها وفي حاجات ما قدرناش نعملها لانها طبعا كانت اوت اوف تايم، اوت اوف بادجت، بس صراحه كانت مفيده جدا، فادتنا حاجات كتير قوي الصراحه. نطلع لاعلى حته. مي بقى فوق، هي قاعده كانت خايفه تيجي تقابلك. ازيك يا مي؟ هاي يا مي. لذيذ جدا، وموضوع ان احنا عملنا الفاير بليس من غير اثينول، بالاثينول مش حطب، ده مهم جدا لانه هنا مع الهواء والكلام ده كله كانت ممكن يحصل حريقه. هنا التلفزيون انا عارفه لذيذ وممكن يتحط مخد عليه، اي وود سي لو اصحاب كتيره، فالامبريشن ان انا ممكن فم نبقى قاعدين كده. مكان احمد انا شايفه لازم، مهم نجيب كرسي. ارم تشير هنا لذيذ وخفيف. كنا اتكلمنا بلاش خشب، اي وود ادفايز حاجه رتان بامبو بتاع وخفيفه. كان في حاجات كتير نفسي نعملها في الروف، وكمان انا ككلاينت يعني هحب الاريا بتاع الروف قوي، لو انا مثلا احسن مكان بالنسبه لي، حاسه الله يعني، فكان نفسي ان انا اعمل لي حاجه حباها.
مكان الروف بالنسبه لنا برضو بيبقى من الفراغات المريحه قوي ان الواحد يبقى قاعد فيها، ويبقى من الاماكن يعني انت عندك كده كده اي مكان في اي حته بيبقى انت عندك البيت عادي فيه ليفينج فيه اوض نوم، بس مش اي حته بيبقى فيها روف، خصوصا كمان لما يبقى حته فيها حته زي الجونه. الفيو كمان جميل الصراحه. ف احمد وماي are very receptive designers، هم بيسمعوا، احنا اتقابلنا مرتين ثلاثه ان هم دايما في كل مره اللي بعدها they were always جاهزين with the modifications and adjustments so they took in the advice and they carried it through and I think it shows in the final outcome when we put things together انه very few comments was left لكن all the rest was very good. ايه اللي كسر الكنبه كده؟ اول تشالنج مثلا كانت السوفا كسرت، في جزء منها اتكسر فاحنا استخدمناها كافي تيبل، شكلها بقى حلو جدا الصراحه يعني، فكنا في الاول متضايقين جدا بس الحمد لله ظبطت يعني. كمان حاولنا نعمل ماتشنج بينها وبين الثانيه ان هم يبقوا الاثنين ماشيين مع بعض ما دام في حته منها اتكسرت فهم يمشوا ايه الشيب مع بعض يعني. في ناس كتير طبعا ساعدتنا في حاجات ثانيه حتى لو اندايركت طبعا. التيم اللي معانا بصراحه يعني كله فريندلي وتيم كويس قوي، استفدنا من بعض كتير يعني مش بس كنا شغالين لوحدنا يعني، رغم ان كل واحد واخد زوم بس كنا بنساعد بعض، كانت حاجه كويسه قوي. طبعا كان في ناس كتير طبعا برضو كانت موجوده في الزومز الثانيه زي هاني سعد، كريم مكتيان، نهال لهيطه، كل الناس دي برضو احنا ما كناش شغالين معاهم دايركت بس لحد ما برضو استفدنا من حاجات كتير اندايركت هم قالوها للناس الثانيه قالوها في المشروع، حاجات كتير برضو فرقت معانا كتير في الحاجات دي. بس اوفرول الدنيا تمام. الالوان حلوه. دي باس يس يس. وعملوا ده شقلبظات وجابوا المقاس وقطعوا عملوا منحصر ستايل يعني بسرعه يعني they took the advice and they went ahead and did it very nice. حلوه. احنا كمان حبيناها تبقى ناتشورال شويه عشان تبقى قاعده في الروف تبقى ناتشورال ما تبقاش حاجه جاهزه وتبقى في نفس الوقت لطيفه وماشيه مع التي في يونت وده برضه وانا متخيله بالليل هولع دي وشويه بقى الاضاءه اللي جوه الرتاعه عامله شادوز انا مبسوطه انك مش حاطط حاجه في السقف مش حاطين يعني لانه فكل الاندايركت لايت في المود ده هيخلي السماء يعني اكسسبل وحلوه لا حاسس بالحلاوه بتاعت الطبيعه اللي حواليك. وبكده يبقى خلصنا اول زون في الفيلا بس اللي فاضل اكتر بكتير. الكنبه اللي انا قاعده عليها دي اتعملت في الاسبوعين. الترابيزه اللي جنبي مدحت هو الديزاينر طبعا وهو ومي كانوا عاملين الروف ونزل وبايده وقعد هو راح اشترى الخشب ووداه عند الورشه وقعد على ايد الراجل وعملها. وزي ما شفنا احمد ومي قضوا وقت كبير ومجهود كبير يخلصوا الروف ويخلصوا الحلقه. Stay tuned في اللي جاي مع برنامج ديزاين تجونه.